هاي سراب اجت. يلا بشوفك. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. شايفتك هون خير؟ ما بعرف إذا خير. خيرية دقت لي من الصبح بكير، قال تعي ضروري بدي أحكي معك بقصة. قلت لها ماشي، قلت لها يلا إن شاء الله خير، وحملت حالي وجيت. حذري شو بدها؟ قلي لي، قلقتيني. حضرتها بدها تجوزك لابنة. نعم؟ إيه، وقال برايا خانم هي اللي شايفتكم مناسبين لبعض. إيه طبعاً، وين بدها تلاقي أحسن منك. آه إيه، وشو قلتي؟ شو بدي أحكي إذا هي عم تقول برايا خانم حاطة إيدها بالسيرة؟ إيه سكتتني. شو الشغلة لعبة؟ كيف يعني سكتتك؟ ليش ما نهيتي الموضوع؟ يعني تفاجأت وتلبكت، عملت لي القهوة وقعدنا سوا وكأنها عم تطلبك مني بشكل رسمي. هذا ناقص. يا الله، أنا شو أعمل؟ مع مين عم تحكي؟ عم أسألك مع مين عم تحكي؟ اسمعيني، إذا رجعت حكت معك بهالسيرة التافهة بتنهي لي القصة. الليلة مو مفكرة بالزواج. شو بيعرفني؟ الليلة أي شي، دبري حالك. ماشي بقلها، بس هلأ فاجأتني ما عرفت جاوبها. بعدين لما قالت لي برايا خانم إلا إيد بالقصة ما عرفت كيف بدي صدها. لا، ومو هي اللي إجت لعندي، أنا رحت لعندها. هاي مشكلتك، هاي القصة بتنهيها. لا توجعي لي راسي، فهمتي؟ أنا بحلها إذا رجعوا فتحوا معي الموضوع. فهمي علي، هي مو مسحة وما فيها مسايرة. إيه؟ وفاروق بيك ما لازم يسمع بالسيرة. إيه؟ يا ربي، يعني ما بيكفيني مشكلتي؟ ليش أي مشكلة؟ ولا شي، قصدي مسؤولية الأولاد الثلاثة. كوني قوية، الصعب راح. هلأ أنتي صرتي بالبيت والباقي كله سهل، تمام؟ صبري وتحملي. يلا أنا خليني روح بلا ما أتأخر على إيبك. شو وضع؟ شو بيعرفني مهووسة بهاللوحة؟ بتضل قاعدة وعم ترسم وتلون لك، حتى النوم ما عم تنامه. وهي اللوحة بدها تجيبها على البيت؟ إيه بدها تجيبها، يا اليوم يا بكرة. لاقي طريقة وخلصيني منها. سرية، كبية، بيعية، اللي بدك يا صورة إفسون ما رح تتعلق بهالبيت. أنتي ليش كتير آكلة همها؟ شو هالسؤال؟ ليش أنا شو اللي عم حاول أعمله هون؟ عم أعمل كل جهدي لنسيهم ياها. طيب وبتقلي لي بدوني على الأولى لوحة بنص البيت؟ أنتي حليها. طيب طيب ماشي، خلص فهمت، حاجة تنقي على راسي، أنا بشوف كيف بدي حلها. ليكي، أهم شي الأولاد لا تغلطي معهم أبداً، ديري بالك على تصرفاتك معهم. إذا ضايقتيهم بلحظة بتلاقي حالك برات البيت. أهم شي إنك تكسبيهم. خلاص فهمت، ماني بنت صغيرة. يلا شوفك بعدين. شبه هاي شو حكيتها؟ أنا طلعت غلطانة لأني عم بنصحها كرمال مصلحتها؟ عفواً بابا، ما بظن هالتصرف من جولشن. سراب هي اللي عم تكذب. نيسان، بلا ما نتسرع ونكذبها، قبل أي شيء نحن لازم نتأكد، مو هيك؟ معناها عم نفكر مثل بعض، يعني رح تجيب جولشن وتسألها ما؟ تمام، أنا معك، منسمعه وبعدين منحكم. انت اهدي ولا تاكلي هم، انا بحلها. ولاني كمان ما بتهون بقصه بتخص امك،